أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى عدد جديد من برنامجكم صدى الأقلام، ونرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في كتابات، واشنطن تحشد جنود الحرب من جديد في العراق لمواجهة تصعيد إيراني متوقع. في الشرق الأوسط، البنتاغون يرسل نحو 3000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسط. في العربي الجديد، استنفار أمريكي بالعراق بعد مقتل سليماني، واجتماع طارئ للميليشيات والتظاهرات تنأى بنفسها. في القدس العربي، مقتل قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس بقصف أمريكي قرب مطار بغداد. في الهيئة نت، بعد خروجه من ساحة التحرير، اختطاف الناشط المدني أحمد حسن هاشم. في الوطن العماني، ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأحداث في العراق. وفي عربي 21، صحف دولية، الرد والتأهب عنوان المنطقة بعد مقتل سليماني. أهلا بكم. البداية في مقال منشور بالعرب اللندنية، وجاء في مستهله: المنتفضون في ساحة الاعتصام ببغداد أكثر وعيا بمصالح العراق من السياسيين في دعوتهم إلى تفويت الفرصة على أصحاب المكامن والمنافقين والتصرف بحكمة، وإلى التمسك بأهدافهم السياسية وعدم إضاعتها في لجة الفوضى التي يراد جر العراق إليها. حول ثورة تشرين ومقتل سليماني، كتب ماجد السامي الرأي في صحيفة العرب اللندنية: لاقت عملية قتل سليمان الموصوف أمريكيا بالإرهابي ومعه أبو مهدي المهندس ارتياحا شعبيا عراقيا واسعا، وخصوصا بين صفوف عوائل شهداء انتفاضة أكتوبر عام 2019، وعدوها انتقاما لدماء أولئك الشهداء، حيث يعتقدون أن مسلسل القتل والخطف كان ينفذ بناء على برنامج أشرف عليه سليماني وأذرعه لتعطيل الانتفاضة عن تحقيق أهدافها في التغيير السياسي الذي سيؤدي إلى تخفيف أو إزاحة الاحتلال الإيراني في العراق، كما من المتوقع أن يحصل تورط بهجمات على المصالح الأمريكية في العراق تقوده ميليشيات تابعة لإيران أطلقت بياناتها التهديدية وسط انقسام في صفوفها، فبعضها قلق على المكاسب والغنائم التي حصل عليها، وخصوصا بعد نهاية حرب داعش عام 2017. أما الميليشيات الموالية عقائديا لخامنئي فلا تجد أمامها سوى تنفيذ ما يطلب منها من قائد فيلقس الجديد إسماعيل قاآني الذي لا يكرر شخصية ومكانة سليمان المقتول. دعوة إخراج القوات الأمريكية من العراق التي تشكل المطلب الرئيسي للميليشيات بإصدار قرار في البرلمان لن يكون سهلا، وليس بيد البرلمان، فهناك ضوابط دولية للاتفاقية الأمريكية العراقية التي هي لمصلحة العراق الذي يتعرض لمخاطر استراتيجية أمنية خطيرة. ويختم ماجد السمرائي مقاله بقوله: لقد تحول سليماني بفضل ما نسجه الإعلام التابع للميليشيات في العراق إلى أسطورة طائفية، وإلى فاتح يقتل الأبرياء ويتجول متشفيا فيهم بالمحافظات العراقية المنكوبة، لذلك تشكل نهايته درامية صدمة كبيرة على رأس النظام، حتى وإن كابر بتوعده وجميع أنصاره في إيران والعراق بالانتقام. الآن إلى مقال منشور في صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت تقريراً للصحفي أريك ناغوروني، وجاء فيه أن سليماني بدا في بعض الأحيان كأنه حليف للأمريكان بالرغم من توتر العلاقة، إذ تعاون الأمريكيون مع الجنرال الإيراني في العراق لمحاربة تنظيم الدولة الذي كان عدواً مشتركاً. تقول نيويورك تايمز، نتابع المزيد:
إن الأمر لم يحصل لأنه كان مسؤولاً عن جمع المعلومات الاستخباراتية والأعمال العسكرية السرية فحسب، فهو يعد أحد أكثر الشخصيات العسكرية مكراً واستقلالية. ويعتقد أنه كان مقرباً من الزعيم علي خامنئي، وكان ينظر إليه على أنه زعيم مستقبلي محتمل. ولأن لواء سليماني كان في العراق عندما قتل عن عمر 62 عاماً في مطار بغداد الدولي لم يكن مفاجئة، فقد كان مسؤولاً عن فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، وهي قوة عسكرية خاصة تقوم بالعمليات الإيرانية في البلدان الخارجية، وكان قد اختير لقيادتها في أواخر تسعينيات القرن الماضي. وتنقل الصحيفة عن مسؤول مخابرات عراقي كبير قوله للمسؤولين الأمريكيين في بغداد إن الجنرال سليماني يصف نفسه بأنه السلطة الوحيدة للأفعال الإيرانية في العراق. وينوه ناغورني إلى أن اللواء عمل على توسيع نفوذ إيران في العراق وتكبيل الجيش الأمريكي، مشيرا إلى أن الحكومة الإيرانية كانت مصممة على المحافظة على نفوذها في المنطقة، وشعرت بأنها مهددة من الوجود العسكري الأمريكي المتزايد على حدودها الغربية والشرقية. في مقاله المنشور بالنيويورك تايمز يضيف إريك ناغورني إلى أنه في ذروة الحرب في العراق وفي الوقت الذي كان يقوم به فيلق القدس بقيادة سليماني بتسليح الميليشيات الشيعية في العراق وتدريبها، فإن مسؤولين أمريكيين سابقين قالوا إنه يقوم بإثارة العنف ثم يقوم بالتوسط لحل النزاع، وذلك ليجعل نفسه ضروريا وليبقي العراقيين في حالة من عدم الاتزان. إلى مقال آخر منشور في صحيفة الجارديان التي قال مراسلها في واشنطن واسمه جوليان بورغر، قال إن قتل قائد عسكري مؤثر سيترك آثارا بعيدة المدى على ترامب. وجاء في تقريره أن حياة قاسم سليمان العسكرية خلفت وراءها الجثث في كل الشرق الأوسط، وها هو انضم إليها. تغلق وفاته فصلا فظيعا في تاريخ نزاعات المنطقة التي لا تنتهي، ولكنها ستفتح واحدا قد يكون أسوأ، ولا أحد يمكنه التكهن بما ستؤول إليه الأحداث في الأقل للاعبين المهمين وهما الولايات المتحدة وإيران. فلا شيء يقترح من أن الأمر الذي أصدره دونالد ترامب بقتل قاسم سليماني بعد خروجه من مطار بغداد كان جزءاً من خطة أعدت بشكل مدروس. أما إيران فإنها شعرت بالصدمة من التصعيد الذي بدأ من ترامب، فهي الحرب الانتقامية الجارية بين البلدين. قتلت جماعة مسلحة مدعومة من إيران متعهداً أمريكياً الجمعة الماضية لترد واشنطن بغارات انتقامية يوم الأحد أدت إلى مقتل أعداد من ميليشيا كتائب حزب الله، وردت هذه بالزحف على السفارة الأمريكية في بغداد. ومن هنا فقتل سليمان استغني فيه عن الميليشيات، وغرزت أمريكا خنجراً في قلب القوة الإيرانية، وقتله هو فعل حرب صارخ ضد قوة إقليمية مهمة. وجيشها البالغ عدده نصف مليون جندي هو أقوى جيش تواجهه إيران منذ مواجهة متطوعي جيش الشعب الصيني قبل 60 عاما في كوريا، ولا شيء حتمي في هذا النزاع، فقبل 6 أعوام بدأ إرث الثورة الإسلامية بالتلاشي. ويضيف مراسل الجارديان، في الوقت الذي لا يعرف فيه أو لا يعرف فيه تداعيات مقتل سليماني، إلا أنه من الواضح أن ترامب لم يخطط جيدا لمرحلة ما بعد الاغتيال أو يفكر ماليا بتداعياته. الآن ننتقل وإياكم إلى واشنطن بوست التي نشرت تقريرا لفريق مراسليها في واشنطن وبغداد وهم ليز سلاي ومصطفى سليم وجون هدسون، قالت فيه إن اغتيال الجنرال قاسم سليماني في مطار بغداد يعد تصعيدا كبيرا في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران. وعدت مقتل قائد فيلق القدس سليماني بغارة على مطار بغداد عدته بأنه تحول درامي قد يقود إلى مزيد من العنف بالمنطقة وخارجها.
وقال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن وزارة الدفاع الأمريكية اتخذت القرار الحاسم الدفاعي ضد سليماني القائد العسكري المبجل بين شبكة الميليشيات في الشرق الأوسط والمتهم بقتل مئات الأمريكيين. وقال إسبر إن الجنرال سليماني كان يطور وبنشاط خططا لمهاجمة الدبلوماسيين والقوات الأمريكية في المنطقة، وأضاف أن الهجوم يدف إلى ردع هجمات إيرانية في المستقبل. وأعد علي خامنئي قتل سليماني مرة، ولكن النصر النهائي سيجعل الحياة مرة للقتلة والمجرمين. بينما تعهد وزير الدفاع الإيراني الجنرال أمير حاتمي برد ساحق، وعد وزير الخارجية محمد جواد ظريف الاغتيال فعلا إرهابيا دوليا، وحمل في تغريدة له على تويتر الولايات المتحدة تداعيات الاغتيال والمغامرة المارقة. وتقول الصحيفة إن التوتر متصاعد بين الولايات المتحدة وإيران، وتعهدت إدارة دونالد ترامب بموقف متشدد من طهران لدعمها جماعات الوكيلة، إلا أن استهداف قائد عسكري كان مفاجئا وبالتأكيد سيؤدي إلى رد إيراني. في ختام التقرير المنشور بواشنطن بوست، جاء أن الهجوم يهدف على ما يبدو إلى شل حركة قوة كانت طليعة التأثير الإيراني بالمنطقة خلال العقود الماضية. إلى مقال منشور في العربي الجديد، وجاء فيه: دخلت القوات الأمريكية في العراق حالة الاستنفار القصوى تحسبا لأي رد قد تتعرض له بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني ونائب قائد ميليشيا الحشد أبو مهدي المهندس في بغداد. تقرير لصحيفة العربي الجديد. وفي ظل غموض يلف المشهد العراقي منذ ساعات، فإن بيانات متعاقبة لميليشيات تابعة لإيران هددت وتوعدت بالرد على الهجوم، على الرغم من خطبة واضحة من المرجع الديني الأعلى في النجف علي السيستاني طالب فيها بضبط النفس والتصرف بحكمة. بينما تحدث مسؤولون عراقيون في بغداد للعربي الجديد عن أن القوات الأمريكية دخلت حالة تأهب قصوى مع استمرار تحليق كثيف لمقاتلات أمريكية في الأجواء العراقية. وقال مصدر رفيع المستوى في قيادة العمليات المشتركة في حديث للعربي الجديد إن القوات الأمريكية لديها أوامر بالرد على أي هجوم تتعرض له في العراق، موضحا أن الأوضاع متوترة ولا يمكن للقوات العراقية السيطرة على رد فعل الميليشيات المسلحة كافة، وبخاصة تلك التي ترتبط مباشرة بقاسم سليماني أو أبي مهدي المهندس. وأكد أنه بالنسبة للقوات العراقية فهي في حالة إنذار أيضا، وبخاصة في المناطق التي توجد فيها قوات أو مصالح أمريكية، مضيفا أن المروحيات الأمريكية تستمر بالتحليق في سماء قواعد القوات الأمريكية، وسير الطائرات مراقبة لمسافات تحيط بتلك القواعد. كان هذا أبرز ما جاء في صحيفة العربي الجديد. ننتقل الآن وإياكم أعزائنا المشاهدين إلى المقال الأخير. المقال الأخير من صحيفة عربي 21، وجاء فيه: ردود الفعل العملية على الهجوم الجوي الأمريكي لم تظهر حتى الساعة، والساعات القليلة القادمة حبلى بالأحداث وردود الفعل التي لا يمكن توقع شكلها بسهولة، بحسب مقال للكاتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. الأحداث المتسارعة في العراق في الساعات الأخيرة من العام 2019 لا ندري كيف ستجعل شكل الوطن في العام 2020، وهل ستدخل العراق في أتون محرقة جديدة ستحرقه بلهيب أحداثها الملتهبة وستقود إلى تغيير مرتقب، أم ستبقي البلد على وضعه غير السليم القائم؟ وعليه أتصور أن الذين نفذوا هجوم كركوك جاءتهم أوامر خارجية عليا بضرورة خلط الأوراق للدفع باتجاه ترجيح الكفة الإيرانية في حالة الحرب وضدها القائمة مع واشنطن. وبالمقابل
فإن وزارة الدفاع الأمريكية تقول إن وجود القوات الأمريكية في العراق هو بموجب اتفاق مع حكومة بغداد. وعليه كيف يمكن تفهم هذه الجدلية غير الواضحة والمتمثلة بوجود قوات تابعة لحكومة بغداد، وأقصد الحشد الشعبي، وتنفذ هجمات على قوات موجودة في البلد بموجب اتفاق مع حكومة بغداد؟ فهل حكومة عادل عبد المهدي على علم بذلك؟ أم أن الحشد قوات طفيلية تقتات على موازنات العراق ولا تعمل لمصلحة الوطن والمواطن؟ تداعيات التطورات الأخيرة في العراق لم تنتهي بعد، وربما ستقود إلى تغيير شكل نظام الحكم القائم في البلد استناداً على تغريدة الرئيس ترامب. وختم جاسم الشمري قائلاً إن التطورات الأخيرة تدل على أن القوى الشريرة تحاول نقل الحرب بالنيابة ما بين طهران وواشنطن إلى أرض العراق، وهذه المحاولات لا تخدم المصلحة العراقية العليا، بل على خلاف ذلك هي نوع من الدمار التدريجي للعراق من أجل جعله ضحية لصراع لا ناقة له فيه ولا جمال. أثبتت دراسة أجراها فريق دولي من الباحثين بقيادة الدكتور توربن ستروف من معهد الكيمياء الحيوية والبيولوجيا للبيئة البحرية بجامعة أولدنبورغ بألمانيا، أثبتت أن توازن كتلة الماء في المحيط القطبي الجنوبي يتأثر بضرورة الرياح في تلك المنطقة. وقد قدم العلماء أدلة تشير إلى حدوث تغييرات كبيرة خلال 6,000 إلى 7,000 سنة مضت، أثرت بدورها على ازدياد مستويات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي. وحذر الباحثون من أن تغير المناخ في المستقبل قد يؤدي إلى زيادة إطلاق ثاني أكسيد الكربون من المياه العميقة في المحيط الجنوبي إلى الغلاف الجوي. وبهذا خلص الفريق إلى أن كميات متزايدة من المياه العميقة الغنية بغاز ثاني أكسيد الكربون من المحيط الهادي قد اخترقت ممر دريك في ذلك الوقت، والتي يفترض أنها محمولة باتجاه الشمال من الرياح الغربية في نصف الكرة الجنوبي. الآن نلقي نظرة وإياكم على كاريكاتير اليوم. في ختام صدى الأقلام تقبلوا تحياتنا، طاب نهاركم وإلى اللقاء.